اهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم ضفاف يؤمن ان العمل الدرامي ليس مجرد تصوير بالكاميرا او استعراض للديكور وانما هو ايضا عمل تشكيلي بالدرجه الاولى وفن سماعي من خلال الموسيقى وفن ادائي مبهر للممثلين وان الصوره ليست بحاجه الى ترجمه إذ يستطيع عمل درامي عربي يتكئ على الصورة أن يذهب إلى الصين وإندونيسيا وأمريكا الجنوبية. عندما عُرض مسلسله نهاية رجل شجاع على التلفزيونات العربية لأول مرة عام 1994 أحدث ثورة في الدراما العربية، إذ نقلها من مرحلة سماع الحكاية بالأذن إلى مرحلة مشاهدتها بالعين والانجذاب اليها من خلال مشاهد بصريه فاتنه وممتعه وهكذا استمر في مسلسلاته التاليه الجوارح والكواسر والبواسل هو ملتزم بالقوميه العربيه في مسلسلاته اخوه التراب والموت القادم الى الشرق ونهايه رجل شجاع وهو محارب شرس للتطرف الديني في الحور العين والمارقون وما ملكت ايمانكم وهو عاشق لسوريا وترابها في رجال الحسم ودم النخل ورد القضاء. انه المخرج السوري المعروف نجدة اسماعيل انزور الذي سيكون ضيفنا في هذه الحلقه لنطوف معه خلال ساعه من الزمان مع اعماله الدراميه المميزه والباقيه في الذاكره. فاهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه من ضفاف. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى في برنامج ضفاف وضيفنا كما ذكرنا قبل قليل في هذه الحلقة هو المخرج السوري المعروف نجدة إسماعيل أنزور مرحبا بك أستاذ نجدة أهلا وسهلا فيك أهلا بك طبعا سعيد بهذه الساعة التي سنقضيها معك في برنامج ضفاف ودعنا نبدأ من من البداية من الأسرة إلى أي مدى كان لوالدك المخرج إسماعيل أنزور دور في توجيهك إلى الفن وإلى الإخراج تحديدا الحقيقة أنا بعتز يعني بأنه والدي من مؤسسي السينما السورية في 1931 عمل فيلم تحت سماء دمشق وكان فيلم صامت يعني لم يكن أدوات الصوت متوفرة في تلك الفترة الحقيقة الفارق العمري كبير كان يعني والدي لما انا بدات اوعى على الدنيا بدات اكتشف انا نفسي يعني كان رجل مسن هو ف يعني من الاحاديث القليله واللقاءات القليله التي تمت حول هذه المهنه ويعني الذهاب بهذه المهنه الى الاخر لم يكن يشجعني بالشكل نتيجه الظروف الصعبه التي مر فيها. يعني قال لي أنه هذا طريق صعب وستختار هذا الطريق فأنت ستتحمل كامل المسؤولية العالم العربي ليس مهيئا بعد يعني لي لعمل أعمال فنية تقدر تقبل النقد وتقبل النقد البناء وأنت تعلم إنه الحركة الفنية بشكل عام يعني لاقت صعوبات كبيرة في العالم العربي نتيجة وجود هذه الصراعات والتيارات ولي لكن انا ما يعني في ذاكرتي هو تشجيعه لي على انه انا اذا كنت يعني مقرر نهائيا انه انا افوت في هذا المجال فيجب ان اذهب الى الى النهايه في هذا المجال، ان لا اتردد. فكانت تجربه الحقيقه صعبه جدا في بدايتي وبتعرف انت يعني مرينا بظروف صعبه و على المستوى الشخصي وعلى مستوى البلد ولكن بالنهاية المثابرة والاجتهاد والصبر نعم هي التي في النهاية صنعت اسم نجدة يصل, يصل الشيء اللي فيه. نعم طيب في بدايات الكشاب في طبعا في بدايات السبعينيات كنت تخرج الإعلانات وأيضا دخلت في الفيديو كليب ربما من أوائل من صنع الفيديو كليب في العالم العربي هل كنت تتعامل مع هذا الامر كخطوه البدايه للمخرج الكبير الذي ستكونه فيما بعد ما في شك انه الخبره هي الداعم الرئيسي لاي فنان الخبره وطريقه التعامل مع الادوات الفنيه اللي نحن بنشتغل فيها من كاميرا ومن اضاءه ومن صوت ومنتاج وكل هذه العناصر التي تشكل بالنهايه هي الصوره او الرؤيه للمخرج فاعتقد انه المثابره على تعلم كل تفاصيل المهنه يساعد على بالنهايه المخرج على ان يكون هو صاحب الكلمه الاولى والاخيره في اي عمل فني لذلك انا قضيت وقت طويل في تعلم كل مفردات هذه المهنه الى ان وصلت الى يعني مرحله كنت ارى الصوره قبل ان اصورها واراها واراها بعد المونتاج ايضا يعني فالخبرة الطويلة والتعامل مع الكاميرا بشكل يومي هو الذي ساعدني بالنهاية على فرض الاسلوب اللي أنا كنت أبحث عنه نعم طيب بدايتك الحقيقية والقوية كانت عام 1994 من خلال مسلسل نهاية رجل شجاع المأخوذ عن رواية روائي السوري المعروف حنا هذا المسلسل يوصف اليوم بانه غير وجه الدراما العربيه وليس فقط السوريه الاعمال الدراميه قبل نهايه رجل شجاع كانت تعتمد على السماع والحوارات السماعيه ثم جاءت هذه الثوره البصريه التي احدثها نجله انزور في نهايه رجل شجاع وما بعده من مسلسلات هل كنت تدرك وانت تعمل على هذا المسلسل في ذلك الوقت قبل ثلاثين سنة أنك تقود ثورة فنية في الأعمال التلفزيونية يعني ليس بهذا المعنى الدقيق ولكن هي كانت يعني تغيير شامل لطريقة طريقة المتابعة المشهد التلفزيوني يعني أنت تعلم أنه كانت إزاعة مصورة كانت أشبه صحيح. المسلسلات بإزاعة مصورة هذا التغيير لم يأتي من فراغ يعني هذا بعد دراسة طويلة وعمل شاق ومضني امتلاك الادوات والعناصر الفنيه استطعنا ان ان نثبت ان اللغه البصريه هي اعلى مستوى من من الحوار والممثل يعني الحوار شيء اساسي ولكن ايضا الصوره تستطيع ان توصل معاني لا يستطيع الحوار الولوج بها نتيجه الرقابه نتيجه يعني ضعف النص او احيانا رؤيه الكاتب ياتي المخرج ليؤكد مقوله هذا النص من خلال العمل البصري الذي يقوم به فالحقيقه نحن لاقينا صعوبه جدا في التقبل هذا النوع من الاعمال خصوصا في عملي الاول في نهايه رجل شجاع لكن بعد نجاح هذا العمل اصبح من السهل جدا انه الفنان يقول شو بده نعم ويتكلم بجراه ودفع المنتجين الى الرغبه في التغيير فهو التغيير مطلوب ولكن كان بدك الـ 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 الوسيله كيف تستطيع ان تقدم هذا العمل على الشاشات العربيه وليس على شاشه واحده فالنجاح كان مبهر الحياه وانا كنت سعيد جدا في انه نجح هذا الاسلوب هو هذه الخلطه العجيبه التي تجمع ما بين كل الادوات وعناصر الفن الممثل اساسي الديكور اساسي الموسيقى الاكسسوار الملابس طبيعه اللوكيشن او المكان الذي تصور فيه كل هذه العناصر مجتمعه تشكل الرؤيه البصريه اللي يريد المخرج انه يوصلها هذا الشيء نجح في نهايه رجل شجاع وتلاهت بعدها نعم. اعمال وتسبب في نجوميه نعم. تقريبا كل من عمل فيه يعني عدا نجلة انزور ايضا كان ظهور الظهور أك... الاول البارز لايمن زيدان وسوزان نجم الدين وايضا ظهور البارز للموسيقى التصويريه لطارق الناصر أه و... و... وكانه فعلا يعني كانت خلطه نجاح نعم يعني يجب عدم اغفال العناصر الاخرى المهمه بالعمل، مدير التصوير، الاضاءه، كل ما يعني يساعد على هذا التشكيل البصري ويوصل المعنى الدقيق للناس فهو شيء مهم واساسي، فالمخرج يجب ان لا يخضع لتاثيرات العناصر الفنيه اللي موجوده عندما يفتقد الخبره، ياتي مدير التصوير ويفرض على المخرج الزاويه ويفرض عليه شكل الزاويه او شكل الاضاءه. لما المخرج بيكون متمكن من ادواته ويفهم طبيعه المهنه ويستطيع التعامل مع هذه العناصر فله الراي الاول والاخير ويبقى الفريق يخدم وجهه نظر هذا المخرج. نعم. طيب طبعا وصلت الطريق بعد ذلك وقدمت الفانتازيا التاريخيه في طوال عقد التسعينيات الجوارح والكواسر والبواسل ثم الموت القادم الى الشرق يعني المفارقة أن هذه المرحلة تقول عنها في أحد حواراتك أن شعورا خامرك خلالها بضرورة اللجوء إلى الخيال لعدم قناعتك بالواقع لذلك لجأت إلى هذه الفانتازيا التاريخية ثم بعد ذلك صار الواقع العربي أكثر سوءا ولكنك تركت الفانتازيا التاريخية أو انتقلت إلى الدراما الواقعية دعنا نقول بما تفسر هذه المفارقه؟ الواقع السيء اللي مرينا فيه والظروف الصعبه السياسيه والاجتماعيه اللي مرت على العالم العربي اصبح من الضروري الخطاب المباشر بشكل او باخر ان نقدم الرساله واضحه دون لف ودوران ودون يعني التلميح اصبح الوضع يتطلب ان نكون صريحين مع المشاهد العربي والمتلقي فالمواضيع التي يعني تصدينا لها كانت مواضيع حساسة وكان العالم العربي يمر بظروف صعبة جدا الكل مر فيها فحاولنا أنه نقدم أعمال تطرح الرسالة بشكل مباشر ولكن بشكل جريء جميل في حوار سابق لي معك لإذاعة سلطنة عمان لفت نظري إلى أن نهايات أعمالك في الفانتازيا التاريخية تدعو الى الامل والى التفاؤل لكن هناك من يرى ان يعني النهايه او هذا الامل الذي تتحدث عنه يعني هناك لا يخلو الامر من نهايات مفتوحه على شر ما خلال هذه الـ المسلسلات الفنتازية في نهايتها اعني يعني مثلا في الجوارح قتل اسامه على يد ابيه الوهاج ابن الوهاج وفي الكواسر اختفاء ابن الوهاج في الموت القادم الى الشرق ظهور غريب جديد ليقول انها مدينه النور المدينه التي وعدنا بها وكان الشر يعيد انتاج نفسه من جديد يعني تعرف يعني الدنيا فيها خير وفيها شر هلا الفنان دائما يدعو الى التفاؤل يعني لا تكون نظره سوداويه ولكن ينطلق من الواقع يعني الجراه مطلوبه الصراحه مطلوبه ايضا مع المشاهد لا يكون العمل فارغ لمجرد التسليه يعني لاحظ واقعنا اليوم للاسف الشديد الاعمال التي تنتج اليوم وتصرف عليها الملايين اليوم ما الغايه منها الغايه الاساسيه تشويه هذا المجتمع خلق مجتمع هجين غير مترابط غير متماسك غير مؤمن بعادات بالتقاليد بالفولكلور متمسك بالثوابت العربية لحتى ما نكون كمان نحن شوي يعني يعني فكرنا غير منفتح خلينا نقول نحن مع الانفتاح ولكن الانفتاح المضبوب يعني اللي, اللي, اللي يستطيع أن يوصل المعاني ويحافظ على التقاليد مثلا أنا بشوف أنه الدراما العربية اليوم أخذت منحنى سيء جداً وذهبت الى التقليد بدل الابتكار اليوم في مسلسلات تركيه مثلا تنتج وهي تركيه ولكن يعاد انتاجها لا. بشكل بممثلين عرب لا. وبنفس المواقع وبمخرجين اتراك لماذا ما الغايه يعني حتى لا نكون ايضا يعني متشائمين نقول انه الدراما تمر بمرحله هزيله مرحله تفتقد فيها الى المقومات الاساسيه للبنيه العربيه اللي موجوده يعني الاسره العربيه اليوم اسره متفككه بشكل او باخر نتيجه هذه المشاهدات ونتيجه هذه الـ الـ هذا البث المباشر اليومي يعني الاف القصص تطرح اليوم ولكن كلها قصص تفتقد الى المعاني الاساسيه المطلوبه عندما قدمنا نعود الى الخلف عندما قدمنا أخوة التراب لم لم نكن لم تكن الغايه منه هي محاربه تركيا ولكن هي اعاده دراسه التاريخ العربي من وجهه نظر مختلفه. لا. ماذا قدم المواطن السوري وما هي الخديعه الكبرى التي وقع فيها العرب نتيجه وقوف الى جانب الغرب ضد الدوله العثمانيه ولكن بالنهايه اتى وعد بالفور ونسف كل شيء. فالصحوة ضرورية والصحوة مطلوبة والتنبيه مطلوب أيضا ولكن عدم الإغراق يعني في قصص تاريخية وقصص البطولات وقصص أن نأتي إلى المجتمع بالشكل ظاهري لا يمس عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية أن نبث أفكار جديدة ولكن بطريقة مختلفة حفاظا على هذه القيمة التي نحن نمتلكها كإرث وكحضارة وكتاريخ فأنا معجب الحقيقة في كثير من القصص الروائية اللي موجودة الرواية دائما تدعم العمل الدرامي لاحظ نهاية رجل شجاع باعتبار كان في رواية بالأساسية لحنا مين نجح مم. هذا العمل فالتزاوج ما بين الأدب والشعر والفن ينتج قيمة مضافة نستطيع أن نواجه فيها ما يحدث الآن من تهجين للدراما العربية نعم في مسلسل الموت القادم الى الشرق الذي كتبه هاني السعدي هذا المسلسل رغم انه ينتمي الى الفانتازيا التاريخيه الا ان هناك من اوله على ان ان انها فلسطين او القدس طبعا بشكل غير مباشر يتحدث عن مدينه امنه تستولي عليها عصابه من قطاع الطرق ويبدو ان نقادا اسرائيليين التقطوا هذه الاشاره فاتهموك بانك تكرس من خلال هذا المسلسل لنازيه عربيه جديده. السؤال هل يزعج الفن الجاد والملتزم اسرائيل حقا؟ وهل يمكن للفنان ان يقاوم بفنه مثل ما يقاوم المقاتل بسلاحه؟ ما في شك يعني انه اي عمل صادق يعمل عمل يمس يعني يمس طبيعة تكوين الوطن العربي بشكل عام والأسرة العربية يزعج الغرب ويزعج العدو إسرائيلي بالدرجة الأولى فيمكن اللي فهموا الناس أنه هذا يرمز إلى القدس يرمز إلى ال... أنت تعرف أن القدس هي يعني مدينة كل الناس كل العرب يفتخرون بالقدس ويريدون عودة القدس إلى الى يعني الى كما كانت في في واقعها الى الفلسطينيين والى العالم العربي يعني والاسلامي. اسرائيل ينزعج دائما من اي عمل فيه فكر صادق ويدعو بشكل غير مباشر الى اعاده اللحمه العربيه. وهذا الشيء اكيد يعني نحن لمسناه من خلال الاعمال الوطنيه اللي قمنا فيها وخصوصا في الازمه عندما تصدينا لافلام مثل رد القضاء مثل فانيه وتتبدد مثل دم النخل الحقيقه هي الافلام ايضا عندما نشرت وعرضت سواء على العروض التجاريه او على الانترنت ازعجت كثيرين لانها صادقه تتكلم بالصدق عن الواقع لا تجمل هذا الواقع فانا بقول دائما الفنان يستطيع ان يوصل كل الافكار التي يريد ايصالها اذا وخصوصا اذا كانت افكار قيمه وتدعو الى اللحمه العربيه تدعو الى ت يعني تماسك الاسره العربيه الى البحث عن العادات الجميله اللي بيقدر يحافظ فيها على الاسره وعلى كيان الاسره. اليوم اخطر ما يخيف العالم العربي هو تفكك هذه الاسره. للاسف هناك ساعات طويله من البث التلفزيوني لمواضيع تفتقد الى القيمه الاخلاقيه والقيمه الوجدانيه والقيمه الفكريه العربيه الاصيله. لذلك ندعو نحن دائما المنتجين انه ان ياخذوا بعين الاعتبار دائما من هو المتلقي لهذه الاعمال. نعم يعني نحن دائما بالدرجه الاولى هدفنا الاساسي هو المتلقي، والمتلقي هو اليوم لم يعد ملكك ولا ملك المحطه، اليوم م. على مواقع التواصل الاجتماعي على اليوتيوب يستطيع ان يهرب هذا المشاهد ويذهب الى اي مكان يريده في العالم. نعم وهو لن... يقبل على الاعمال الجاده حتى مهما كانت الرساله التي تقدمها اذا شعر انها تحترم عقله بالضبط احترام عقل المشاهد في الدرجه الاولى هو كنت دائما اضع بين نصب عيني احترام عقل المتلقي. لذلك هذه الاعمال اسست الى دراما جديده ودراما تحترم ودراما تشاهد بشكل جيد وكان وهذا لمسته انا من خلال تعاطي مع المواطنين بشكل مباشر من خلال لقاءات كثيره قمنا فيها بالتلفزيون، ندوات يعني يعني لم لن يعد الفن هو مجرد فن للتسليه هو هدف ورساله. نعم. نعم. اذا طبعا هذه الاعمال الرائعه التي قدمتها سنواصل الحديث عنها بعد ان نذهب الى فاصل قصير وسنعود وسنتحدث عن مسلسل سقف العالم. وايضا عن المسلسلات التي يعني حاربت بها ظاهرة التطرف الديني وسنمر أيضا على مسلسل رجال الحسم إذا فاصل قصير أعزائنا المشاهدين ونواصل بعده حوارنا مع المخرج السوري نجدة أنزور مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى في هذه الحلقة من ضفاف التي نستضيف فيها المخرج السوري المعروف نجدة أنزور مرحبا بك مرة أخرى أستاذ نجدة قدمت أيضا مسلسل رجال الحسم الذي يعد أول تجربة سورية فنية في عالم الجاسوسية يعني إذا كانت مصر قدمت رأفة الهجان سوريا قدمت رجال الحسم ماذا تقول عن هذه التجربة؟ حياة تجربة مثيرة جدا وفيها جرأة يعني جرأة أنك أن تنتج عملا عن عن موضوع الموساد وموضوع التغلغل الموساد في العالم العربي بشكل أو بآخر طريقة مواجهة هذا العدو وكيف يستطيع إعادة الثقة في المقاتل العربي والمواطن العربي والجندي العربي أنه يستطيع اختراق كل هذه الأجهزة عندما يمتلك قضيته عندما يمتلك الادوات المطلوبه والفكر المطلوب فكانت تجربه كثير الحقيقه يعني مثيره وحلوه وقدمنا فيها كثير من الوجوه الجديده والوجوه الجميله واماكن التصوير وصورنا في عده دول اوروبيه وصورنا في العالم العربي بعدة دول ايضا كان عمل ممتع الحقيقه وايضا زعج العدو الصهيوني يعني هذا شيء طبيعي طبعا رده فعل طبيعيه ان ان ينزعج يعني نبدا الفكر العربي يتغلغل في الدراما السورية أو في الدراما العربية بشكل عام فهذا يزعج لأن الدراما هي تدعو إلى الصحوة وتدعو إلى عادة التفكير مرة أخرى بكل الواقع اللي نحن عم نعيشه نعم أيضا مسلسل سقف العالم أستاذ نجدت هذا مسلسل درامي يستلهم رحلة ابن فضلان الشهيرة في التراث العربي وصفته في أحد تصريحاتك بأنه رد حضاري موثق بلغة الفن الراقية على تطاولات بعض الدنماركيين على مقدسات المسلمين ومحاولاتهم الاساءه الى رسول الكريم صلى الله عليه وسلم ورغم الجهد الكبير المبذول في هذا المسلسل الى درجه ان بعض مشاهده صورت في الدنمارك يعني مكان الاحداث اعني الا انك ترى في حوار سابق معك انه مسلسل لم ياخذ حقه من الضوء والانتشار برأيك لماذا؟ هل هو سبب إنتاجي ما في شك والتوزيع بعض الحكومات العربية والتلفزيونات العربية للأسف لا تريد مشاكل ولا تريد طرح الأفكار الجريئة يعني تتهرب بشكل أو بآخر لكن نال قسطا من النجاح العمل خصوصا في أول موسم له في رمضان اللي عرض فيه هذا العمل أنا ذهبت إلى الدنمارك كان ردي حضاري ردي فني انه اذا قاطعنا الجبنه او المنتجات الدنماركيه بنكون حلينا الموضوع يعني حليت المشكله ما انحلت في اساءه للرسول العظيم في هذا العمل اساءه كبيره جدا في هذه الرسوم الكرتونيه التي قدمت على صفحات يلاند بوستن الجريده نعم. انا ذهبت الى نفس الجريده وصورت والتقيت مع رئيس التحرير وعملنا ندوه مشتركه حول يعني واعترفوا وقالوا هذا غباء مننا يعني نحن تحدينا وفكرنا في لحظة معينة أنه بهذا التحدي نستطيع أن نوصل الأفكار ولكن ارتدت علينا بالشكل العكسي فالجواب الحضاري كان للفنان أن يذهب إلى نفس المكان ويعيد قراءة المشكلة مرة أخرى ويجد المعالجة لها أو على الأقل يقدم لعدة أفكار مطروحة في هذا العمل فالعمل لاقى نجاح كبير انا في في عرضه في الموسم الاول ولكن بعيدا عن السياسه يعني في بعض المحطات لا ترغب في الولوج في هذه المواضيع اطلاقا ف ممكن انه ما تعرض العمل، لكن انا احب هذه اللعبه، احب انه انا اذهب الى المكان اللي حدثت فيه المشكله، نتعرف على وجهه نظر اخرى مختلفه. ففي كثير من الدنماركيين لما عرضنا نحن جزء من العمل وصورناه هناك أعجب جدا بطريقة الطرح نعم. وثبت أيضا أنه للعدو الإسرائيلي بشكل أو بآخر دور في هذا الموضوع نعم طيب أيضا هناك مسلسلات أخرى لنجد أنزور الحور العين والمارقون وما ملكت أيمانكم وأيضا في الأفلام التي تفضلت بذكرها قبل الفاصل فاني وتتبدد ودم النخل وانها بلادي تبدو في هذه المسلسلات وهذه الاعمال الدراميه والافلام مهموما بظاهره التطرف الديني طبعا سادت هذه الظاهره فعلا في العالم العربي خصوصا في بدايه هذه الالفيه الجديده هل يستطيع الفن ان ينتصر على التطرف عندما يكون فن صادق ويخاطب الوجدان بشكل مباشر وعقلاني يستطيع ان يوصل الرسائل طبعا انا اسال ]ها. هذا السؤال لانه التطرف نفسه يحرم الفن ما في شك يعني التطرف هو تطرف لا ينتمي الواقع بشيء هو ينتمي للتطرف بحد ذاته فالمواطن العربي بحاجه ان يسمع وان يرى وجهه نظر مختلفه الاسلام دين فسيح رحب يتقبل النقد ويتقبل الاراء المختلفه لانه لديه مرجعيه عظيمه ولديه مقومات لهذا الدين، وليس دين يعني هو ليس افكار، ليس كارل ماركس وليس يعني اخرين، هذا يعني قران كريم انزل الى البشريه جمعاء نستطيع ان نجد بهذا القران الكريم الاف القصص والاف الحجج التي يستطيع المواطن المسلم ان يواجه فيها اي فكر اخر فالمتطرف لا يتقبل النقد ولا يتقبل الطرف الاخر يكفر مباشره وهذا لا ينسجم مع طبيعه العصر اليوم وطريقه التفكير لذلك انا تصديت لهذه الظاهره لكن دفعنا ثمنها طبعا يعني هذا 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 التصدي كان مكلف جدا للغايه يعني صار في هدر دم وصار في يعني <applause> مشاكل كثيره لكن الافلام نجحت واثبتت وجهه النظر التي طرحناها الوطن للجميع الدين يستطيع الانسان المجتمع ناخذ مجتمع سوري مثلا فيه مختلف الاديان فيه عده اديان فيه طوائف مختلفه فيه. ولكن يجمع هذا الشيء هو الحب لهذه الارض التي نعيش عليها حب لهذا الوطن لذلك هذا التطرف لا ينسجم مع طبيعه الحياه وطبيعه هذا المجتمع لذلك تصدينا له وقمنا بالعديد من الافلام وانا اعتز بهذه التجربه رغم كل الظروف الصعبه التي مرينا فيها. نعم. هناك ايضا مسلسل قفزنا عليه نعتبره قديم نسبيا. له شعبيه كبيره في الخليج وفي عمان وهو مسلسل جواهر باجزائه الثلاثه. طبعا نجلة انزور اخرج الجزء الاول من هذا المسلسل. ماذا تقول عن مسلسل جواهر ولماذا لم تكرر يعني لماذا آه لم توافق على إخراج الجزئين الثاني والثالث منه الحقيقة هو جزء واحد يعني لم يكن له أجزاء لكن نجاح الجزء الأول يعني استثمر يعني مثلا بطلة العمل تموت في نهايه الجزء الاول ف... عمليه لا ما راح يجبر القصه عمليا فانك انت ترجع تعمل جزء ثاني وثالث اشعار سمو الشيخ محمد بن راشد كانت اشعار جميله الممثلين كانوا يعني بمكانهم الصحيح سواء عبد الرحمن الرشي ومنى واصف ومازن الناطور يعني قدموا الحقيقه دراما راقي واستطاعوا فهم طبيعه هذا الشعر وعكس هذه الطبيعه على الشاشه فكان عمل ناجح جدا لكن هذا قبل نهايه رجل شجاع كان <تصفيق> <تصفيق> قبل نهايه رجل شجاع نعم طوال مسيرتك الفنيه استاذه نجدت وانت تشكل ثنائيات فنيه مع كتاب سيناريو معروفين في سوريا في التسعينيات وبدايه الالفيه شكلت ثنائيه فنيه مع السيناريست حسن ميم يوسف في نهاية رجل شجاع وإخوة التراب وسقف العالم، وأخيراً قدمت معه في السينما أيضاً رجل الثورة. شكلت أيضاً ثنائية فنية مع هاني السعدي في الجوارح والكواسر والبواسل وآخر الفرسان والموت القادم إلى الشرق. وفي السنوات الأخيرة شكلت ثنائية فنية مع ديانة كمال الدين في مسلسل وحدن وأيضاً أفلام رد القضاء. وفانية وتتبدد ودم النخل السؤال كيف يختار نجلة أنزور كتاب السيناريو الذين يتعامل معهم في أعماله يعني الحقيقة هو طبيعة العمل تفرض نوعية الكتابة ما في شكل كل الأسماء اللي تفضلت بطرحها هي أسماء مهمة وأقدمت الكثير للدراما العربية بشكل أو بآخر انا انا بشوف طبيعه الموضوع اللي انا عم تناوله اللي بدي اقدم من خلاله المسلسل مين ممكن يكون الكاتب الافضل لهذا النوع من الاعمال وليس تمسك باي شخص يعني دائما نبحث نحن عن عن الصيغه الفنيه السيناريو والحوار الافكار اللي موجوده فيه من يستطيع من هؤلاء الكتاب اللي نحن نتعاون معه أو حتى كاتب جديد أنه يقدم صيغة جديدة وعمل جديد ممكن أن يلفت النظر ويؤسس لدراما أخرى فهذا اللي أنا ببحث عنه الحقيقة وأحترم كل من عملت معهم سواء يعني بشكل متكرر أو بشكل لمرة واحدة يعني في مسلسلات كثيرة قدمتها أنا أعتز فيها وكان الكاتب يكتبها لأول مرة نعم، طبعا انت عملت مع مؤلفين اخرين كثيرين غير هؤلاء الثلاثة الذين آآ ذكرتهم. آآ السؤال الان ايضا استاذ نجدت ونحن نتحدث عن الدراما السورية التي كانت ملء السمع والبصر ودعنا نقول ملء البصر في بدايات هذه الألفية وفي نهاية التسعينيات. كانت سيدة الدراما العربية. أذكر في حواري السابق معك في إذاعة سلطنة عمان أنت وصفتها أنها كانت في المركز الأول في حين أنه لا يوجد مركز ثاني أو أو ثالث. اليوم تراجعت وطبعاً نعرف كل نعرف أسباب هذا التراجع للأسف الشديد عندما تتراجع السياسة يتراجع الفن ويتراجع كل شيء. السؤال هل يمكن أن تعود الدراما السورية اليوم الى سابق عهدها. يعني نحن محكومون بالامل يعني نحن نامل دائما ان تعود الدراما السوريه على الاقل الى المنافسه الاولى. ما يقدم اليوم دراما هجينه دراما لا تنتمي للعالم العربي ولا تنتمي لسوريا بشكل او باخر. قله من الاعمال مع احترامنا لكل المخرجين اليوم والمنتجين الموجودين اصلا المنتج السوري انتهى ما عاد في منتج سوري. صاحب الشغف صاحب المشروع الثقافي لم يعد موجودا اليوم أشباه منتجين للأسف الشديد و... ويخضعوا لإملاءات من بعض التلفزيونات العربية وبعض الشركات العربية يريدوا بطل من... من شاب سوري مع شاب مصري مع ممثلة من لبنان مع... وهي هاي الخلطة اللي موجودة تقليد للأعمال التركية تقليد لأي أعمال غربية إعادة كتابتها سوب اوبرا بيسموه او, أو عرفت كيف وما في فكره ما في فكره جميله وراء العمل فكره تدعو الى اعاده اللحمه مره اخرى يعني نحن لا نحمل السلم بالعرض ونطلب انه كل الاعمال تكون اعمال قوميه او وطنيه لا لكن على الاقل تحترم هذا الجيل فالاسف الشديد اليوم المنتجين اصحاب المشروع غير موجودين وغير متوفرين لذلك من الصعب جدا على الاقل على الخمس سنوات القادمة أن نرى عمل سوري متحرر من هذه القيود نعم طيب بالنسبة لمتابعاتك أستاذ نجد أنزور كيف ترى الدراما العربية اليوم سواء المصرية أو غيرها هل ما زالت كما كنت تصفها في التسعينيات بأنها الدراما السماعية لا الدراما تطورت ما في شك الدراما العربية بشكل عام تطورت لكن راحت باتجاه تقني أكثر من أنه المضمون يتطور لكن في بعض الأعمال المصرية بعض الأعمال الخليجية ما في شك أنه هي أعمال مهمة ولكن هي قليلة نسبة إلى هذا الكم الكبير من, من الأعمال التافهة والأعمال السطحية التي تعرض نعم في السنوات الأخيرة نلاحظ أن نجدة أنزور اتجه إلى السينما اكثر من التلفزيون قدمت ثانية وتتبدد وقدمت ايضا دم النخل وقدمت رد القضاء الذي تحدثت عنه قبل قليل هل لهذا الامر علاقة ايضا بعدم وجود منتجين في سوريا مو غياب فقط المنتجين غياب الد... يعني اولا ان التسويق ما في يعني اليوم تسويق يعني حرب ضد ضد افكار معينه يعني السينما هي وسيلة هروب جديدة للمشاهد والمتلقي للوصول إلى المتلقي نستطيع من خلال فيلم السينما أن نشارك في مهرجانات عالمية نقيم ندوات نعرض الفيلم مجالات عرضه أوسع من المسلسل المسلسل يبقى يعني أسير المحطات العربية اليوم تستطيع انت بفيلم السينما ان تذهب الى امريكا الى اوروبا الى الصين الى اليابان ما اي مكان بدك اياه تقدر تعرض هذا الفيلم يعني واعطيك مفاجاه صغيره نحن رد القضاء اللي هو حصار سجن حلب ارسلناه مع ثلاثه افلام اخرى الى اه مركز الامم المتحده في جنيف مركز حقوق الانسان أسوة أنه أنتم عم تعرضوا للمعارضة أفلام طب عرضونا نحن يعني كدولة يعرضونا أفلام فأخذ وقت طويل وشرح طويل وموافقات طويلة إلى أن وصلنا بتعاون كان حسام آلة سفير السوري في, في هناك الحقيقة بذل جهد استثنائي فأخذوا فيلم واحد من ثلاث أفلام أنا أرسلتهم أخذوا فيلم اسمه رد القضاء وعندما تم عرضه انا كنت موجود في جنيف وقعدنا فالمسؤول عن العرض او مدير المكان اللي بيقرر يعني هو اي فيلم لازم سالته انا ليش اخترت هذا الفيلم ما اخترت افلام تالية فجوابه لي الحقيقه كان جواب صادم جدا قال لي هذا الاقل ضررا فاذا الضرر لمين هذا هو السؤال. وبما انك ذكرت رد القضاء، هل يضايقك الهجوم الذي تقراه احيانا على مثل هذا هذه الافلام التي عملتها اخيرا ان توصف احيانا بانك فنان النظام او مخرج النظام او مخرج الدوله. والله يعني انا بتمنى اكون مخرج دوله على الاقل دوله بتصرف علينا على الاقل بتدعمنا يعني. لا نحن بنشوف انه الغرب والجزء الاخر المنتمي للغرب المعارضه ما بيعجبهم اي شيء انت بتسويه سواء كان عمل قيم ولا عمل سطحي ولا المهم انه هن يكونوا ضدك انا بشوف انه العمل الفني انا الافلام اللي قدمتها ما فيها مدح للنظام ولا فيها مدح للدولة السورية ولا هي دفاع عن شرف هذه البلد، دفاع عن الجندي العربي السوري، دفاع عن هذا المواطن الذي يدفع ثمن هذا الارهاب. حرب 10 او 12 سنة استنزفت كل قدرات سوريا ولم يتبقى شيء حتى حتى اليوم انت بتعرف انه الافلام كانت تنتج بالعام الواحد المؤسسة العامة للسينما تنتج خمسة افلام. هلا في 2023 فيلم واحد وبصعوبه بالغه ما عاد في شغل فاغلاق الابواب في وجه الفنان هو الذي نحن نقف ضده ونحاول نحاربه ونحاول انه نفهم لذلك انا ارى دائما بصيص امل دائما هناك في جوانب مشرقه باي مشكله في اي مظلمه هناك دائما جانب يعني مشرق نعول عليه وذلك من خلال تعاوننا مع وزاره الاعلام في سلطنه عمان. نعم بما انك ذكرت هذا التعاون هذا سيكون موضوعنا لكن بعد ان نذهب الى فاصل قصير ان شاء الله. اذا فاصل قصير اعزائنا المشاهدين ونواصل بعده الجزء الاخير من حوارنا <applause> مع المخرج السوري نجده انزون. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا في الجزء الأخير من حلقتنا مع المخرج السوري نجدة أنزور مرحبا بك مرة أخرى أستاذ نجدت يعني المشروع الذي ذكرته قبل الفاصل مع سلطنة عمان طبعا أذكر أننا السنة الماضية أيضا كنت أحاورك للإذاعة وبشرتنا بهذا المشروع الذي وصفته بأنه عمل عالمي وليس فقط محلي مع وزاره الاعلام العمانيه الى اين وصل هذا المشروع؟ ان شاء الله نامل ان يعني ان كل العقبات ازيلت، الحقيقه نحن عملنا ميزانيه كامله للعمل ودراسه وتفريغ وبعد الموافقه على النص وعلى كل شيء، وكتبنا ايضا مسلسل تاريخي مهم جدا واخذ وقت طويل في الكتابه وفي التحضير وفي السفر وفي كل وصلنا لمراحل واعتقد ان شاء الله يعني انه يكون الرغبه موجوده رغبه الانتاج والبدء بالعمل موجوده لدى كل المعنيين <applause> يعني نهدي يعني تحياتنا الى كل من يقف وراء هذه المشاريع الانسانيه المشاريع الفنيه العاليه المستوى التي تنقل ان شاء الله الدراما العمانيه الى مصاف الدراما العالميه وعلى راسهم طبعا معالي الوزير الدكتور عبد الله الحراسي الذي كان حريص جدا على هذا المشروع وايضا السيد وكيل وزاره الاعلام اللي يعني كانت مساهمته كبيره جدا ايضا في تسليل كل العقبات اللوجستيه والفنيه والماليه في سبيل انه العمل ينجز بالشكل المطلوب فنحن الحقيقه ورقيا جاهزين. <applause> فننتظر ان شاء الله يعني المسلسل التاريخي عن نعم. عن ماذا بالضبط عن تاريخ عمان آه. عن تاريخ عمان نعم وليس عن شخصيه محدده اكيد يعني, يعني على شخصيه القائد التاريخي الكبير السلطان آه سعيد سعيد بن سلطان نعم جميل جدا أه هناك بعض الاعمال مررنا عليها مرور الكرام انا اود ايضا ان نتحدث عنها خصوصا عمل نسيت عنوانه هذا الذي يتحدث عن سيرة عالم الآثار السوري دم النخل نعم دم النخل وعرضته طبعا في مسقط السنة الماضية هذا العمل كانت مدينة تدمر التاريخية في سوريا في خلفية في خلفية الحدث وكأن نجد أنزور يريد أن يقدم تاريخ سوريا كما مثل ما يقدم حدثا واقعيا نعرفه وهو حادثة اغتيال عالم الأثار يعني هو ليس عن عملية قتل بقدر ما هو ما. دفاع عن هذه الأوابد الأثرية للهمجيين للأسف الشديد وهؤلاء الإرهابيين دمروها وسرقوها سرقوا هذه الاوابد وبداوا في بيعها وتسويقها الى الخارج، يعني هم يريدوا انهاء سوريا الحضاريه باي شكل اي اثر حضاري موجود في سوريا يجب انهاءه. يعني فانت انت يعني هذا الهجوم البربري يجب ان نقف في وجهه سواء من خلال الفن سواء من خلال الادب ومن خلال الحياه بشكل عام سياسيا وعسكريا يجب ان ينتهي هذا الارهاب لانه ارهاب يدمر كل مناحي الحياه في في, في سوريا لذلك هذا الفيلم انا برايي كان فيلم يواجه المشكله ويستعرض ايضا بطولات التي قدمها وسطرها بعض جنود الجيش العربي السوري وكيف حافظوا على هذه الاوابد وكيف دافعوا عنها الى اخر لحظه واستشهدوا في سبيل الحفاظ على هذه الاوابد لانه الاوابد هذه هي هي تاريخ شعب كامل وليست هي يعني اثار لنظام كما يسوق هي تدمر تدمر اللي ما بيشوفها بالواقع ما بيعرف تدمر ما بيعرف قيمتها شو هي يعني يعني ال... هذا الدكتور الذي قتل للاسف الشديد وهذا الشهيد الوحيد الذي يتكلم اللغه ويكتب اللغه التدمريه عده دول في العالم نكست الاعلام عندما توفي وعندما استشهد عندما قتل وتم اعدامه واحتفالا فيه ليس لانه سوري فقط بس لانه عالم ويحمل هذه القيمه يعني في كثير من الدول تصرفت بشكل حضاري لكن للاسف شديد على الجانب الاخر ترى انه الهمجيه موجوده الغاء دور هذه المنطقه الغاء كل تاريخ المنطقه تشويه تاريخ هذه المنطقه فنحن نعول دائما على يعني الفكر السليم والرغبة الأكيدة والناس الوطنيين والناس الشرفاء اللي هن ما زالوا هن الأمل الوحيد اللي نحن ننظر له كفنانين الفنان بدون إنتاج بدون إمكانيات لا يستطيع أن يقدم شيء لحاله بمفرده بحاجة إلى رعاية بحاجة إلى تشجيع بحاجة إلى دعم للأسف الشديد اليوم العالم العربي يغرق في مشاكله بعيد عن هذا الشيء فنحن نتوجه اليوم يعني إلى السلطة إلى السلطة العقلانية سلطنة متوازنة تستطيع أن تقدم الفكر للفكر وليس لغاية سياسية نعم وهذا طبعا مهم جدا ذكرت في سياق إجابتك أستاذ نجدة أن يعني قلة الدعم هي العائق في سبيل تقديم مثل هذه الأعمال التي تقدم رسالة يعني لهذا السبب اسست شركه انتاج سينمائي من اول ما بدات انا بعملي بعد ثاني مسلسل مباشره انا سويت الشركه وانشات الشركه وبدات اشتغل لكن اليوم اليوم وضع الشركه يعني وضع ضمن هذه المنافسه لا يستطيع المنافس يعني نحن اليوم لا نستطيع ان نذهب الى تركيا ونصرف على مسلسل تافه 70 مليون دولار هذا غير عقلاني اصلا هذا الكلام يعني القيمة اليوم هي الفكرية لا يريد عرض هذه القيمة الفكرية يبحث دائما عن الأشياء السطحية الأشياء الهزيلة المواضيع السطحية التي لا تنتمي لهذا العالم العربي في تشويه كبير للصورة العربية لذلك نحن نجد صعوبة جدا في العمل ضمن هذه الشروط وضمن هذه الظروف لكن نأمل دائما إن شاء الله أنه دائما الحياة تتغير الحياة عبارة عن كرة وفي حال الدوران دائما لا لا تبقى في مكانه ونحن نامل في وجود يعني دائما اصحاب الهمم وجود اصحاب الفكر وجود المواهب لذلك انا عندما اتيت الى السلطنه الان بدعوه من وزاره الاعلام لحضور هذا المهرجان عين يعني كنت سعيد جدا قبل حتى ان ارى اي فعاليه فيه مجرد انك انت تعمل في يعني مسابقه وتطرح جوائز وتقوم بهذا المهرجان فهي خطوه كبيرة جدا في اتجاه انه تصحيح كل الاوضاع العربية بشكل او باخر فما بالك بالسينما عمانية تمتلك مقومات لديك اليوم يعني بيئة خصبة لديك فكر وارث حضاري أم مناطق جميلة ساحرة يتمناها بيئة سينمائية مثالية موجودة في عمان لذلك يعني لا ينقص إلا الهمة والدعم لكي تصل الى مصاف العالميه. نعم. ك كان بودي ان اسالك عن مشاهداتك من الافلام التي عرضت في مهرجان عين، ولكن لاننا للاسف نصور هذه الحلقه في يوم افتتاح هذا المهرجان ولم تشاهد شيئا بعد يعني. لكن نامل يعني كل الافلام انه نشوفها ونشارك فيها، انا لدي ايضا محاضره وعن عن, الافكار العامة بكون انا ايضا شفت مجموعه من الافلام نستطيع ان نتكلم فيها لكن انا مع هذه الفكره ومع هذا الحدث بكل جوارحي وانا اقول انه هي بدايه كثير موفقه ومهمه لوزاره الاعلام ان شاء الله ان شاء الله سؤال اخير استاذ نجدت اليوم عندما تعود بالذاكره الى الوراء وتنظر الى شريط حياتك وشريط أعمالك الفنية التي قدمتها طوال هذه السنين هل هناك يمر في بالك عمل ما ندمت عليه أو قلت ليتني لم أعمل هذا <applause> لا لا أبدا يعني كل عمل بوقته كان مهم نحن لا نستقرئ المستقبل ولكن نحن على الأقل نتلمس طريقنا باتجاه المستقبل ما قمنا فيه بقناعه شخصيه هو كان ضروره ولذلك لا نندم على اي شيء يعني لكن نحن نقول ان يتعلم الانسان من تجاربه نعم سواء كانت ايجابيه او سلبيه باتجاه تقديم الافضل وفي المقابل ما هو العمل الاحب او الاقرب الى نفسك؟ أي عمل نجح وحقق نجاح فهو محبب إلى نفسه ما شاء الله معظم أعمالك حققت نجاح كبير لكن نقول دائما إنه البدايات دائما هي المهمة واللي بتضلها بالذاكرة أكثر نعم سعدت كثيرا بهذه الساعة الحوارية معك أستاذ نجلة أنزور المخرج السوري المعروف شكرا جزيلا لك على إجاباتك وعلى رحابة صدرك شكرا وإذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة أعزائنا المشاهدين من ضفاف التي استضفنا فيها المخرج نجدة أنزور حتى نلتقي في حلقة مقبلة نردد مع إحدى شخصيات نهاية رجل شجاع الرواية الجميلة التي ساهم نجدة أنزور في نشرها عربيا بعمله الدرامي المقتبس منها تذكر كم أشياء نافعة فعلتها في حياتك تسترح يا مفيد يا ابني لا تعذب نفسك في كل انسان بقعه ضوء في الداخل حتى لو لم يعرف هو ذلك الى اللقاء